وداعا للخصوصية، تخيل أن الأفكار التي تدور في رأسك لم تعد سرية بعد اليوم، فقد بات من السهل قراءتها. بالطبع ليس عن طريق زرع شرائح بالدماغ كما يشاع دائما، بل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أثبتت أنها قادرة على قراءة ما يدور في العقول. وهذا ما فعله علماء بجامعة تكساس الأمريكية عندما طوروا تقنية يمكنها ترجمة الأفكار من خلال تحليل صور الرنين المغناطيسي لتدفق الدم إلى مناطق مختلفة في المخ، وبالتالي مراقبة النشاط العصبي بطريقة غير جراحية. ببساطة أكثر، تسمح هذه التقنية للعلماء بالنظر إلى أنماط النشاط العصبي وتطابقها مع سلاسل من الكلمات ذات معنى معين. ورغم هذا التطور الفريد، برزت مخاوف تتحدث عن خطورة هذه التقنية بالتنصت أو التجسس على شخص ما سراً دون علمه مستقبلاً.